عدد الحاضرين هما 18، إذا من السرطان الفني فلا يمكن أن تتولى الدورة، إذا أستاذ الحضور الكريم، إذا الدورة اللاحقة إن شاء الله فيما حضر، إذا نكون في الموعد ونحن في خدمة سكنة مقاطعة من مكان. الدورة عندكم يوم الأربعاء على الساعة 3:30. المقاطعة ديال الدورة الثانية وكانت معروفة وكانت عادية، وكان نقاش مع واحد مجموعة ديال الإخوان، وكان على أساس كاين واحد التنسيق على أساس في هذه الدورة ربما ما يحضروا شي إخوان، ولكن غادي يحضروا في الدورة اللاحقة إن شاء الله. كاين خلافات سياسية مع واحد مجموعة ديال الإخوان اللي كيقولوا ما كاين خلافات سياسية مع الحمامي، أنا ما عندي خلاف سياسي، حيت الخلافات السياسية دائما ما كتضم واحد مرحلة معينة، واحد صراع معين في واحد مرحلة معينة لأهداف معينة. هذا هو الخلافات السياسيه واللي جرات العاده وكبرت في المجالس المنتخبه، ولكن اليوم ما بقاش الصراع ولا الصراع ما بغيتش نعرفه ما بغيتش نفهمه، واش المستهدف الحمامي واش المهم الشهوي ما بقاتش واضحه. اذا ما معنى انا الخدمه ديالي كنقوم بها، الدور ديالي كنقوم به، العمل ديالي كنقوم به في اطار تقريب الاداره من المواطن، تقديم الخدمات، الحضور ديالي اليومي في المقاطعه بلي ما كذا، الباب ديالي مفتوحه للمواطنين، الشغل الاستمراريه الاداره كاينه، البرامج ديال الاداره كتنفذ، هذا هو الاهداف من هادشي هذا كله. اذا كاين نقاش على مستوى المستقبل، اسيدي مرحبا نجلسوا واللي كيشوفوه نديروه، اذا كانوا كيشوفوا على اساس بحال اللي كانوا كيناقشوا على مستوى مجلس المدينه على اساس نفتحوا على المعارضه، حتى حنا يجيو نفتحوا على المعارضه، ما عندناش مشكل، بالعكس انا رئيس للجميع، وانا اللي طلعت في المقاطعه بني مكاد قلت لهم رئيس للاغلبيه والمعارضه، رئيس ديال الساكنه بالمقاطعه اللي صوت عليا واللي ما صوتش عليا، اذا انا واعي فاهم شنو هي الاجراءات، فاهم الطريقه كيفاش كنشتغل. احنا مقبلين، انا قلت لك في ديك نهاراتي ماشي مقبلين على الخلافات السياسيه، ولكن مقبلين على توحيد الصفوف، توحيد ديال الرؤيه من اجل خدمه الساكنه ديال المدينه ديال طنجه بصفه عامه، وبالخصوص اعضاء ديال المقاطعه بلي ما كذا، خصنا نتوحدوا نبنيو افكار، نبنيو واحد مجموعه الحوايج ونجيو ندافعوا عليها في القاعه المحترمه مع السيد العمده، ونوفروا الامكانيات الماديه باش نوضوا نشتغلوا ونلبيوا الحاجيات ديال الساكنه ديال المقاطعه بلي ما كذا. كيف كتشوف ان الاشغال ديال الدوره باقا مستمره، باقا كاينه الجلسه الثالثه، هذه الجلسه الثانيه من الدوره ديال يناير ديال بني مكاده، فبالتالي الغياب ديال الاعضاء كل عضو كيفسروا من منطقه من زاويته ومن القوانين والقواعد والرؤيه ديال الحزب ديالو، فبالتالي الى قريتوا العريضه، العريضه فيها واحد المجموعه ديال الامور اللي متعلقه بالتدبير ديال المقاطعه بكماله، وهذاك الموضوع ديال العريضه هو موضوع طويل عريض فيه بزاف ما يتقل، ولكن الحضور او الغياب ديال الدورات عنده علاقه بمواقف شخصيه ربما من شخص ماشي من المؤسسات وماشي من الحزب وماشي من المقاطعه كتراب وكهيكل. فبالتالي حنا كيف كتعرفوا ان الدوره باقا مفتوحه، كانت الجلسه الاولى ودابا الجلسه الثانيه والجلسه الثالثه باقا كاينه، دونك باقي كاين نقاش وباقي غادي تكون دوره، فبالتالي ما يمكنش شي حد يقول بلي كاين شي هيئه ولا شي مجموعه ولا شي شخص اللي ما يعني تجنب يقطع الدورات. ربما الوقت ما كيناسبناش باش نحضروا جلسات، فما حضرناش الجلسه اللي فاتت وما توفقناش باش تكون الجلسه اليوم، باقي كاين نقاش وباقي كاين الدوره ديال بني مكاده. مقاطعه ديال الدورات كيف كتعرف هي ماشي موقف قد ما هي تعبير على مجموعه ديال الامور اللي ربما ما كتعجبناش كمدبرين ديال الشان المحلي، وربما هي تعبير او انذار احيانا للاشخاص اللي معنيه بالدوره بالمرتبه الاولى. لا 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 ماشي تجميد لحد الساعه، باقي ما خدتش لجنه الاخلاقيات او لا على المستوى المركزي، باقي ما تخدش شي قرار. كقرار ديال الثقه ديال تم الاحاله ديالي انا والعضو الاخر على لجنه الاخلاقيات. انتماء ديالي لشي حزب ما كيعطي الصلاحيه حتى لشي شخص باش يتعامل معايا المعامله ديال النساء في القرون الوسطى او لا يتعامل معايا المعامله ديال القطيع. فبالتالي اي مؤسسه او لا اي بنايه او لا اي مدينه او اي تراب شي مقاطعه كتشوفوا انه ما كيحفظش احترامك وتقارك كامرة مغربيه اللي قررت انها تعمل السياسه من باب الواسع، راه خصك في البلاصه تعبر على الاستياء ديالك والغضب ديالك سواء من عند رئيس او لا من عند نائب او لا من عند مؤسسه كامله.